إذن لا بأس به ماديا، كان يشتري مجلات. أيضا النوادي الرياضية الإسلامية. هذه الندوة أمران مهمان، وإن الأمم تقوم على هذين الأمرين، مداد العلماء ودم الشهداء، فنحن أمام هذين الأمرين. نترحم على سويدان أبو جمعة الشهيد، وندعو الله له بأعلى مقام في الفردوس، ورائد نهضتنا الإمام عبد الحميد ابن بديس الذي أحيا هذه الأمة بعد أن كادت تموت، تموت من حيث دينها ووطنها ولغتها وثقافتها. ندوة اليوم هي من الندوات أقول النادرة بالنسبة لتجربتي، فهي قد جمعت بين قامتين من قامات النضال الوطني، وهي ربط النضال الفكري بالنضال بالكفاح المسلح.